انا جيت قبلك. وخر وخر خلص. هات زين. ايوه في اسمع عبي فول مرتين. الاحمر خلص وبس باقي اخضر. هي هي اللي من اليوم ورايح ما في سنابات في السيارة. الأشياء اللي راح تصير بعد ما يرفع الأسعار، ما عاد في أحد يقول لك خلنا نروح بسيارتي، ما عاد في كلها بسيارتك قطة. بسبب القرار هذا في كلمات راح تختفي عن الوجود، زي كلمة مشينا على الفرة، الله تاخذ معايا فرة على الكورنيش، هيا على التحلي، ما كلها تختفي. بسبب القرار هذا برضو الناس راح تنحف، هذا كمان راح ينحف، هذا اللي مشغل غاني هو ياخذ فرة حينحف، حيصير يبطل يمشي بالسيارة. القرار هذا السيارات اللي تصرف بنزين مثل الجموس راح تلاقي أسعارها تطيح، والكريلا سعرها يرتفع، يعني تلاقي كريلا ب 100,000 2006 رفع الأسعار. ايش بك متوترة؟ جاي هنا ايش تدورين؟ ها؟ ايش في هنا عندك في الزبق؟ جالون. مثلا في اليوم الوطني تحصل ناس في الإشارة يبيعون أعلام، او مثلا في الاعياد يبيعون طلاطيع، اليوم قاعد يبيعون جوالين. الموضوع راح يساعد لا يكثر ينزلون حلقه جديده، وراح يساعد واي فاي انهم يلاقون حلقه يتكلمون عنها في رمضان الجاي، وراح يقلل زحمه جده، ويخليني ارفع الفيديو هذا على اليوتيوب. نصيحه لاي مخرج في السعوديه، ترى تقدر تاخذ لقطات على اساس انه نهايه العالم، بس روح اي محطه قدامك صدقني حتلاقي ناس مره مفجوعين في احمر. ما تعرفون انا قاعد انزل المقطع على اليوتيوب، اللي ما تعرفونه يا بنات الجامعه ان السواق راح يرفع السعر.